أيام مستمعين راديو مسك. كمال بن خليل، مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالسادة الحضور، ومرحبا خاص، ترحيب خاص بالقدير والعظيم ذكر الوالدي ومنظر والجمايت. عندي برشا مريتوش، لا ولا لا عندي برشا مريتوش. شنو الباقي نحن نروحوا ولا شنو؟ انتم ساعة الأولى تقعدوا وساعة ثانية تروحوا واحدة. البارح موضوع كان أثار جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في الليل وحتى اليوم الصباح، برنامج ملعب النجوم على قناة تونسنا، فيديو كان أثار شوية جدل بسبب حكمة تركية كانت تثار جدل، هي بيدها في مواقع التواصل الاجتماعي الأيامات الماضية، أيضا اليوم والبارح كانت تعديت في سبورت تونسنا. صار كلام ما عجبش برشا من برشا عباد من التونسيين، على كل خاصة الكلام اللي تقال يمكن من سامي العكريمي تم تأويله برشا. على كل معنا سامي بالتليفون، الصحافي سامي العكريمي. مرحبا سامي. أهلا بيك سلام، أهلا بذاكر، أهلا بتاج، أهلا مختار، وأهلا بالمحامي نتاعي كمال بن خليل، خاطر يقول لي ما وليت محتاج المحامي. أهلا سامي، هاكا حتى ما عادش راك في الإيميسيون، راني نسمع فيك اليوم. لا لا باش تشوفني وباش نشوفك. لا برا البرا البرا من الإيميسيون. باهي سامي، برشا كلام تقال اللي في الإيميسيون تعدى البارح بخصوص الحكمة اللي كنت حكيت عليها في الإيميسيون، وخاصة كلامك أنت اتهموا فيه حتى يمكن تحرش جنسي، حتى إساءة لصورة المرأة. ما عادش شفتك هبطت ستاتيو حتى منذ قليل على صفحتك في فيسبوك. شنو تنجم توضح للعباد سامي اللي تقلقت برشا من الفيديو اللي تعدى البارح في الحصة؟ هو قلناها احنا في إطار الفدلكة، ويلزمك تربط الصورة هذيك باللي صار نهار التسنين السابق في البرنامج متاعنا، وكالصورة المهينة للتحكيم التونسي وكل النقاش والاتهامات، وصلوا كلاسك للسبان ما بين أمين بركلة ومراد الدعمي، معناتها مسؤول سابق في التحكيم التونسي ومسؤول حال، معناتها حالي في التحكيم التونسي، معناتها ويا كان الاربيتروات الرجال وصلوا هكاكا، ووصلت معناتها الأجواء في الملاعب التونسية معناتها للحد هذاكا. تصور أنه حكمة وزيد حكمة من الخارج يجيوا يحطوها هونية، يهبطوها بليكوبتير، يهبطوها بليكوبتير معناتها سيفيل، يهبطوها للتيران باش تحكم، وبعد يخرجوها بليكوبتير ميليتير عسكري باش يمنعوها من معناتها من الملاعب التونسية ومن أجواء الملاعب التونسية. اللي قلته أنا ساعة قلت أنا باش نكون المساعد متاعها، فيما معناها أنه ما معناتها باش نحميها، خاطر نعرف اللي وإذا كان حكم ولا حكام معناتها محتاجين للمساعدة في تونس، لكن محتاجين المساعدة الغلطة متاعهم هما، فما بالك معناتها حكمة جايبينها من السويد ولا جايبينها من إيرلندا ولا بلاصة هكا ويهبطوها في ملعب تونسي. الحاجة الثانية قلت ناخذ أنا قرض من عند البنك باش نهزها بعيد من هونية، وهذاك إشارة للحالة المادية التائسة متاع الصحفيين التوانسة، نعرف شنو الحالة متاعهم، حتى باش نهز نخرجها من غادي وبعدها من غادي يلزمني بري، يلزمني قرض معناتها من عند البنك. دونك هذاك هو معناتها كان في إطار الفدركة. العباد ما فهمتش هكا سامي، العباد تهمت تلميحات جنسية معناها في الكلام اللي قلته، وحتى نقرا في التعليقات تو يقول لك حتى احترم شوية ذكائنا معناها من التبريرات هذه. لا لا لا، ما سمى حتى إيحاءات جنسية، احنا ما نشفي برنامج معناتها متاع ترفيهي ولا معناتها فاريتي، ينجم واحد ولا في سياق معناتها ديميسيون هذيك ينجم يقول كما أشياء هكا. احنا نحكيه على التحكيم ونحكيه على حكمة، وبالدليل جست معناتها في الستاتيو متاعي اللي هبطته اليوم الصباح، حبيت نذكر حاجة ولا نقول للناس حاجة. أنا مرتي عاملة دكتوراه من أنجلي معناتها على الفيمينيزم، وبنتي توا تعمل في دكتوراه عن سيونس بوليتيك على النساء التوانسة معناتها دو كولور، ومشيت معاها لآخر الجنوب باش نعملوا لي زونكيت وباش نتكلموا مع النساء هذوما والبنات هذوما وكل،
ونوع من الميز العنصري معناتها في تاريخ البلاد هذه، لكن مش في تاريخ البلاد هذه. دونك الاخير اللي نجم معناتها يهين النساء ولا إيحاءات جنسية هو انا، واللي يعرفوني يعرف هذا. وهذا ما معناتها ما نجموش نختلفوا في حاجة، اللي حتى واذا كان معناتها وقع فهم اللي قلته انا هكا، أقدم اعتذاراتي سواء كنت مذنب أو لم أكن مذنب، لأنه الأشياء هذه لا هي في أخلاقياتي، لا هي في تربيتي، لا هي حتى في معناتها في قناعاتي. هذا حبيت نقول. إذا كان مش مذنب علاش تقدم في اعتذارك سامي؟ إذا كان تشوف روحك أنت ما عملت شيء وتأويلك بريء. لا هو شو اسمعني، هو وقت يقول إنسان حاجة ويقع فهمها ولا تأويلها بصفة خاطئة ولا مش بالصفة هذيك، ما ثم حتى حرج أن نقدم اعتذاراتي. معناتها جني وكان بروبليم أفير سا، فهمت؟ ولكن وقع تأويلها بالطريقة هذية، ومعناتها وأنه إنسان يقدم اعتذاراته، هذا من شيم، مش ما قلش كبار، لكن شيم الناس كل. معناتها إذا إنسان معناتها ما فهموش الكلام تاعه، أنت تنجم تتكلم مع صاحبك ولا تتكلم مع زوجتك ولا تتكلم مع أي إنسان وما فهمش الحكاية هذيك، تفسر له وتقدم اعتذاراتك مسبقا. والاعتذارات هو مش منيش تمشي بنقول حتى اعتراف بالذنب ولا حاجة هكا، لكن شيء طبيعي جدا يلزمك، خاصة وقت تكون في برنامج تلفزي ولا تتكلم مع ناس معناتها حتى خارج معناتها إطار استوديو تلفزة كل، ما فهمش معناتها تفهمه وتقدم الاعتذارات بتاعك. إذا ما عندي حتى حرج مش نقدم الاعتذارات بتاعي. قلت لي في الأوف ذا دي تفاجئت بها، ما كانتش مبرمجة الفيديو. هي كانت معناتها محطوطة صورة، معناتها كانت مبرمجة هي الحكاية، لكن احنا ما شفناه معناتها ما كناش نعرفه بالضبط معناتها على شنو نتكلموا. نتخيل انا ثم مسألة طرأت معناتها في الايام الاخيرة هذية، انه ثم امكانية متاع تحكيم اجنبي في تونس، وحتى معناتها تحكيم امرأة، فهمت؟ لذا بالنسبة لي انا داخل في السياق هذيك، وديما قلت لك يلزمنا نربطوا هذية باللي صار معناتها الاسبوعين الفارتين معناتها في التحكيم التونسي، وخاصة معناتها في ديبا صاروا معناتها ما بين مسؤولين متاع تحكيم، اللي هو بكل صراحة معناتها نقاش معناتها ينبلها الجبين. لذا بالنسبة لي أنا سيتي دون لاكتواليتي، فهمت؟ سيتي دون لاكتواليتي، قلت بالكشي معناتها من غير ما نعلم أنا أنتر تان خرج عن كوميونيكي ولا حاجة هكا اللي انا ما شفتوش ولا نحن ما شفناش. دونك لا معناتها كان مبرمج، لكن ما كناش نعرفه في اي اطار معناتها استنجاد بحكمة ولا بتحكيم معناتها نسائي. دونك قلت بالك شي معناتها قرروا في الاخير ان معناتها يستنجدوا بحكمة ولا بحاكمات معناتها من الخارج. خلينا ناخذ تعليق من عندك فاكر على كلامك تسمع فيه سامي. اقنعك سامي. سامي نهارك طيب. ذاكر صباح وينك بابا لباس اللي قلته سامي توا، اللي قلته كل انا نعرف تبدليكك وخدمنا مع بعضنا ونعرف الكواليس معناتها ضامر خلينا نقولوا واحد. هي اللي لخصته انت في الاخر، هي صارت تبدليكه ما تتعدى معناتها فاتت الفرجه، فما الناس تتقلق منها وانت طلبت الاعتذار توا، وهذا هو الثلاثه كلمات. اما معناتها الاخرين الكل راهو انا اكد لك ما يقبل حتى حد الكلام نتاعك، المبررات اللي قلتهم كل على خاطر تفدليك، هي انا نعرفك تفدليك وصارت، اما راي ما تصيرش معناتها العباد ما تقبلهاش بالتلفزه بالطريقه ذيك وبس. تفهمنا على هذا. تفهمنا على هذا. انا قيموني صباح معناتها صدقني، قيموني صباح برشة تليفونات من اصحابي ومن عائلتي ومن الناس اللي يعرفوني، فهمت؟ قالوا لي سامي ما ناش معتدين معناتها، خاصة من طرفك انت انك تقول معناتها تتكلم معناتها بالطريقة هذية. قلنا صار اما لونتوندو معناتها
معناتها هي مسامي في الكوندكتور انت تعرف نعرفوا البلاتويت معناتها كي باش يجي بالليزيتاب تعرف على الاربيز باش يحكيوا عليه مثلا وقت شفت انا في الكوندكتور شفت التصويره ومعناتها في الكوندكتور هل نستنجد معناتها بحكمة معناتها من خرج صدقني اللي انا صدقت معناتها الحكايه هذيك قلت بالك سي خرج جان كومونيكي اون ديرنيير معناتها اون ديرنيير مينوت وفي اخر دقيقه وانا ما شفتش الكومونيكي هذاك صدقني معناتها زيتي معناتها كنت انت قلت هذاك انت قلت باش على هي طاحت بالميليتير والهليكوبتر وانت حبيت تحميها يا اخي ما خفتش من الميليتير انت تو لا تحميها مش نحميها مع الميليتير يا اخي انا مش نضرب معاهم بالبونيه ولا حاجه هكا انا من الناس انا قلت باش نكون المساعد نتاعها فهمت هوني معناتها تشوف حتى في مباريات معناتها الاسبوع هذايا سواء ثم اغلاط ولا ما ثماش اغلاط اليوم ثم اون امبيونس مالسان معناتها حول التحكيم والامبيونس هذيا لتصرف الحكام لكن اليوم ما عادش معناتها كل فريق سواء يقع ظلمه من طرف الحكم ولا ما يقعش ظلمه من طرف الحكم مش تصير حكاية دوما حتى فرق تربح معناتها ولا حتى ديسيزيون معناتها في صالحهم يمشيوا ديريكتومون للتحكيم دونك ثم امبيونس مالسان برشا اللي خلقوا معناتها اليوم مش باش نتكلموا معناتها على التحكيم التونسي اليوم معناتها في تونس نتكلموا اكثر على المسيرين نتكلموا اكثر على الحكام اليوم يعرفوا اكثر اسماء الحكام واسماء المسيرين من اسماء اللاعبين وهذايا منذ الاستقلال عمرها ما صارت معناتها الحكايه هذه وعمرها ما صارت البوليميك هذه كان ثم قبل اخطاء وكان ثم سوء نيه ونعرفوا شويه الكوره نحن وهذا كيمين مع الجمعيه اللي يحبها والاخر يمين مع الجهه اللي يحبها وكل لكن انه التحكيم وصل المستوى هذايا ولا معناتها امر خطير فهمت ولا غيري طبل ما امر خطير دونك ينجم يجي ويهزوها معناتها حمايه بهليكوبتر ميليتير يخرجوها من الستاد انت استاذ كمان بن خليل احمد ربي ماكش موجود البارح نحمد ربي منيش موجود سيرتينمون البوليميك هذايا ما خلينا نقول لك حاجه انا سامي سنا سورتو عمنا واللي خدمت معاه شطر العام والسنا سامي دابور شوفوا توا قضى عنا 10 دقائق تقريبا حكايه 90% بالفرنسي و10% بالعربي سامي دونك نعرف اللي عنده ديفيكولتي اسكسبريمي انه يحاول افكاره اللي في مخه يحاولهم بالعربي دونك سامي انا نعرف اللي عنده اون سيرتين جيمناستيك ديسبري اللي يفدلك بها اللي ان بو اور كوما مش كيما الناس دونك هو انا ما نتصورش اللي سامي كان يقصد معناتها الإساءة ما انت جي ترجم بالعربي يخلي يخلي خاطره ماهوش بديت تلعب في دور المحامي لا ولا لا لا ولا لا باش نقول لك عليه باسكو جو كوني لا بيرسون انا كان جيت سامي ما نعرفوش نقول لك عافيني من التعليق اما سامي نعرفه وعلى خاطر سامي حاجه اخرى باش نذكروا فيها عمناول سامي انا وياه في الكهرباء وصارت مناوشه في الطريق الامر لا يعنينا سامي حال الباب فجعني هبط الى بري لا ديفونس نتاع مراه ضد راجل معناتها الى بري لا ديفونس نتاع المراه معناتها ابستراكسيون فات على انها ظالمه في الطريق ولا مش ظالمه معناتها قلت سامي قال لي لا ومراه ما عندوش الحق يصيح عليها هكاك اندرا شنو عمل الراجل دخل في عرك دونك انا نعرف اللي هو يحترم المراه الله غالب بون بوتيتر يل سي مال اكسبريمي اعتذر والاعتذار من شيء من الكبار وصفحه تطوي بون معناتها فوالا ناخذ تعليق من عندك مختار شوف هو نحن استنسنا ديما تونسيون طالع في البلاتويت الكل وكل عياط وصيح لربما مش ملفين بالجون هذايا نتاع الفدرك الله يهديه صاحبي بكار صاحب فهمتني ما عرفش والله هو انت حقك كلام صاحبي بكار زاد راه تدخل علاش حطيت هذا في الكوندكتور تصور زاد تتحط لنا نحن شو عاملين نحكي انا مو حقيقه هذه وقت اللي ما نعرفش انا هو حتى سامي تو بون لا اكسكيوزي ما قال لك انا لا مثلا وقت اللي تتحط هكا يحط لنا تو سلام هكا شو عاملين نحكي احنا شوفيها تزفر توم انا شفت بون المظهر هو حكي عن المظهر باش نقول العباد اللي ما تعرفش القصه هي الحكمه هذيك اثرت مثل الجدل الاسبوعي اللي فات في نورك هذيك خلينا نكمل القصه وتعاقبت مع المسؤول التحكيم هذيك هي لا مش هذيك هي التصويره من بعد انا حطيتهم زوز تنوريهم لك سي با لا في بالي هذيك هي مروان بون اهلا بيك سامي شنو اهلا بيك مروان اهلا مروان اسمعني مروان حتى انت مبلبزها يا انا بلبزها البارح لا مش بكوتي يا صباحا مساء ويوم الاحد
الحقيقة أنا شخصيا نعرفه سامي مليح وقعدت معاه وعنده كستيل لك تفدليك في نطاق الاحترام. الحقيقة أنا ممكن اللوم شوية سلام، أنا ما في باليش بها، نحكي لك حكاية أنا اليوم أمي حكيت لي عليها. معناتها باش يوريك فما عائلات نسات تتفرج، هذا اللي لازم نفهموه. أنا أمي بار إكزومبل تبع البرامج تاع الكورة، فما عائلات سمحني تتحط في التلفزة حتى ما يتبعلكش تلقاها حتى جماعتها الشان هذه باش يتفرجوا فيها وبالفيسبوك توا كل شيء يوصل ما يتعدى شيء. وبار حتى ذاك فما عائلات هاني قلت لك فما نسيت تتفرج. اليوم نوصل يقول لك اقل حاجه ما يعرفوش سامي العكريمي ولابروف زاد عبد المجيد قوبنتيني اللي فيه. انا الراه اللي خذيت اكثر الحقيقه انا الراه خذيت اكثر عبد المجيد قوبنتيني مثلا. علاش تضحك؟ ايش فيك تضحك؟ انا حتى كي تفرجت مروان مارس دور النيابه العموميه. لا توريك لا اسمع قالوا قوبنتيني معاه بيان سور توا هي كي صارت. علاش توا نمشيو توا اليوم سامي مثلا كيما قال يا سامي اك سلكت ها اقسم لك الاتهام مع القوبه توا الفيديو نسال كل شاهد ناس. لا من الحقيقه حاجه هذيا راه انا ما تضحكش خاطر هذيا بالحق كيما قلت لك فما نسيت تتفرج. انا اليوم سامي كي خرج وتكلم معناتها قال معناتها نعتذر واللي هو كيما قال قصدي ما يصيرش حتى اليوم غلط وانا مانيش غلط اليوم خرج وواجه. اما اليوم اللوم على معناتها لاعب كيما نقولوا لاعب كبير كيما يحكي هو معناتها قال لك عبد المجيد قوبنتيني انا شكون وهو شكون. مش اليوم باش جات الفرصه انا باش نحكي اليوم هو اليوم انت استغليت استغليت الفازه باش ترجع الفازه ما العباد اليوم باش يقول لك باش يستغل الفرصه من استغل فرصه. شكون عبد المجيد؟ ممكن الكلام اللي قاله عبد المجيد قوبنتيني الحقيقه اقوى بياسر اليوم هذايا مسؤول. اسمعني انا مش راني على حاجه يا سامي انت تعرفني كلمتي يقولها سامحني مروان معناتها انت والله العظيم طمنتني شويه لاني تو فهمت اللي انا معناتها تو يزيد يثبت لنا كمان يقول لي انا مش لابس كرسي هو ضحيح معناتها. والله يا سامي اليوم انا والله اليوم ريت انا صباح الحقيقه الكلام اللي قالوا اليوم راك تمثل جمعيه كبيره اسمها الترجي. شنو باش يقول نهار اخر الجمهور كي يتفرج فيك اليوم اسمع من غطيوش عين الشمس بالغربال اليوم حتى في كلامه في الديكلاراسيون قال لك على قليله خانت اليوم كي تشد لنا اربيتر كيما هذايا والكلام تقال ونسمعناه معناتها فما حد شيء باش يتخبى يظهر لي عيب كبير في العمر هذاك صارت وطلبوا السماح. لا ما فيهاش غلطه في العمر هذاك ما يغلطش العبد. لا 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 سامي لا سامي كوتي انا خذيتها نعرفها هذيك ما فيهاش غلطه. اما كلام وعاب مجد قوبنتيني ما تعرفوش ريتها حتى اليوم انا حتى معناتها تلوج تستغل الفرصه نتاع رد عليه نتاع الكلام اللي قالوا في الايامات اللي فاتت. فما حاجه تلمح اليوم سامي حتى كي يخرج يقول لك انا فما كلام تفهمه وتوانسه يفهمه. اما الكلام الاخر اللي تقال كلام كبير برشا الحقيقه ما فيهاش حتى اعتذار هذا كمسؤول اليوم وتحامي اليوم انت كمسؤول حاطينك مالا اليوم مالا ثقه اليوم باش تعطيهم لك جماهير الترجي ماك اليوم لاعب كبير وعطي ليكزومبل وتحكي وكل شيء فما احترام في التلفزه. علاش قسمتها قلت سامي عادي وقوبنتيني مش عادي كأنك مشيت معناتها بمشاكل شخصيه شويه ماهيش شخصيه. انا ريتها اليوم الفيديو وانا قلت لك فما كلام يتقال سامي كيما قالك لا تفه شويه اما الاخر راهي حاجه ديريكت ريت هنا راه يا اسلام فهمت نكمل معاك سامي جيت كلمتني صديقه صباح قلت لها والله عندي فكره انا وباش تكون معناتها احسن اعتذار باش تهزني بعد باش تشري لي روب بطرف مكياج وليميسيون جايه باش ندخل بروب بطرف مكياج ونقدم اعتذارات. ما فهمتش شنو المغزى معناتها انه ما عندوش مشكل مع المراه انه لاباس سامي معناتها نجم حتى نلبس روب ونعمل مكياج ونقدم اعتذاراتي معناتها ما عندي حتى مشكله مع المراه فهمت معناتها فيريتابلومون مي سي فري اسمعني هو صحيح انه معناتها من الطبيعي جدا انه يقع تفسير الحكايه هذه ولا تاويل الحكايه هذه بطريقه اللي ماهيش هي لكن قلت لك راهو في الحياه هذه وفي التلفزه وفي اي مجال من مجالات معناتها الحياه ينجم الانسان يغلط ولا ينجم انسان معناتها هي ماهيش زله لسان هي راهو مساله تاويل وتفسير. هي مسألة تأويل وتفسير وقلت لك أنا نتفهم ونفهم أنه ثم نساء ولا رجال حتى رجال كلموني اليوم أصحابي واحد وكل قالوا لي راهو سنيتي با ديليكا وكل
دونك معناتها تنجم يقع تأويلها وتفسيرها مي فيريتابلومون معناتها الحكايه توفهوني لانه تعرف شوف احنا في الميدان نتاعنا التأويل ينجم معناتها يتسرب بطريقة معناتها ما نجموش نتحكم فيها حتى من بعض الزملاء ومن بعض معناتها وسائل الإعلام تولي معناتها ينصبوا معناتها محكمة وحكم وكل دونك إذا نبعدوا على الحكاية هذه. ومرة أخرى قلت لك ما عندي حتى حرج أني نقدم اعتذاراتي ونقدم اعتذاراتي مش للنساء اللي تفرجوا فينا بالك لأني أنا بكل صراحة تفاجأت بجمهور مانيش نتكلم عن البرنامج متاعنا تفاجأت اليوم معناتها بعد قداش من عام خدمة تفاجأت بجمهور نسائي يتفرج في البرامج الرياضية بصفة عامة واللي هو ما عنده حتى علاقة معناتها معناتها مش خاطر تحب الكرة ولا مش خاطر تحب جمعية لا يتفرجوا في معناتها يتفرجوا بصفة عامة في البرامج الرياضية وهذا من حقهم أنهم يستنكروا من حقهم أنه التأويل متاعهم يكون هذا ومن واجبي أنا كصحفي وكإنسان أن يقدم اعتذارات. نوال بيزيد في أفهم تقول تعليقك ذكوري سامي هل جاوبت علي هذا؟ لا هو من الثابت أن يذكر أنا فهمت معناتها هذايا معناتها لا خلافة في هذايا أي ذكوري معناها فيه في إقصاء تعرف مش فسر لك معناها ذكوري إيش معناها فهمتك هي لا 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 لا, لا شوف اللي يعرفني بالكدا معناتها ما عنديش الذكورية في معناتها في التعامل ولا في الفكر معناتها معناتها ضد النساء ولا لا كونترير معناتها بالعكس فيريتابلومون بالعكس وحتى في مواقف معناتها خاصة في حياتي الخاصة دائما كنت معناتها ندافع على المرأة وقلت لك معناتها الدليل على هذا شوف وقت دارتي معبس وعندك مرأة تعدي لك 4 أو 5 سنين على تاز على الفيمينيزم ولا اليوم عندك بنتك معناتها في التاز هذيك لأنك تعيش التجربة هذيك مع الأشخاص هذوما لذا معناتها بعيد عليا برشا معناتها فكرة الذكورية هي فكرة بكل صراحة متأخرة فهمت لكن زادة ما نمشيوش لبعيد لأنه التأويل ينجم يكون معناتها مش تأويل واحد نجم تكون أيضا في إطار الفدلكة لكن بصور يقولوا موفيس بليزانتري البارح سيتي اون موفيس بليزانتري بكل صراحه سيتي اون موفيس بليزانتري رجعت روحي ومعناتها فهمت انه سيتي اون موفيس بليزانتري معناتها فدلك ماست نقولوا بالتونسي وكاو حابب تقول حاجه استاذ لا فوالا اللي حاب يقوله هو انا جالي جوستومون دير كو سيتي اون موفيس بليزانتري ان شاء الله نجاوزوها والمراه معناتها المراه معناتها هي أمي واختي وزوجتي وبنتي دونك نحترموها وعلى عيننا وراسنا معناتها رغما عن كل شيء سامي خوي ذاكر معك ملخص موضوع كما قلت انت هذا اللي صار ينجم يتقبل في تلابس البرة لو احنا مهما يصير في تونس ومهما يصير اللي نشوفه فيه في العيشة متاعنا كلهم راهو الباقي رانا محافظين في الفرجة وفي السمعان معناتها إلى أقصى درجات ولذا ما فيها باس اعتذار في الصفحة متاعك اعتذار في البرنامج الجمعة الجاية وتصير في الصفحة متاعي وتصير هذه الغلطة ونحاولوا ما نزيدوش نبرروا من الحكاية سي غلطة تفدليك كما قلت ماسه وصارت والسلام عليكم حياتك صحة أول حاجة قمت الصباح معناتها قدمت الاعتذار هدايا وحبيت نقول لكم إني أنه أول إنسان معناتها كلمني صباح هو إسلام المدد وقت كلمني إسلام اللي هو صديق الجميل يخدمنا مع بعضنا قال لي 11:15 ناخذك وكل معناتها رحبت بالفكره وبورموا معناتها بالنسبه لي معناتها سي معناتها اون بلاتفورم معناتها ميدياتيك اللي تعطيني وكونترير الفرصه باش نفسر الشيء هذايا وحتى باش نقدم اعتذاراتي قلت لك ما عندي حتى معناتها جوني با كومبلكس ما عنديش حرج ما عندي حتى حرج أن نقدم اعتذاراتي ونقول معناتها مرة أخرى معناتها نشكر إسلام المد ونشكركم أنتم اللي أنتم تعرفوني على معناتها على المستوى الشخصي
معناتها وقبلت الاراء نتاعكم حتى الاراء معناتها اللي يقول لك سامي تو اي تي على دروا وقلنا قلنا سي تي موفيز بريزونتري لكن فات حكايه منيه معناتها يعطيك الصحة. شكرا لك سامي على دخلك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات. اسمع نهاركم مبروك وما تعركوش في الاستديو بعد ما نمشي عليكم. شكرا سامي العكريمي بارك الله فيك. راني نسمع فيكم ونتابع فيكم. بارك الله فيك على كل هذه الإيضاحات اللي قدمتها لينا. نمشيو فاصل موزيكا بعد نكمل نحكي على بقية مواضيع في الحصة متاعنا اليوم.